بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إن شاء الله بإذن الله هنبدأ مع بعض نشرح كورس الميكانكس اوف ماتيريال وشابتر 1. من طبعا هشتغل الكورس إن شاء الله بإذن الله من كتاب بيور جونسون. هو كتاب كويس جدا والأبليكيشن بتاعته طيبة جدا وكل حاجة فيه بإذن الله تكون سهلة علينا. وهو طبعا اشتغل من النسخة السابعة 7th إديشن للـ SI Units. شابتر 1 اللي هو بيتكلم على الانترودكشن اوف ستريس، ودي النقاط اللي احنا باذن الله هنحاول نمر عليها. الكونسبت اوف ستريس يعني ايه، ولازم طبعا نعدي على الريفيو ستاتيك، وده جزء اساسي للميكانكس اوف ماتيريال. ومنه طبعا اتعلمنا في الجزء الاستاتيك دوت ازاي نعمل الاستراكشر فري باي دايجرام، وهنعرف بعد كده الكونسبت بتاع الفري باي دايجرام والميثود اوف جوينت برضه احنا خدناها، ده كله ريفيو في ستاتيك. وبعد كده هنعرف الاستريس اناليسيس، وبعد كده هنعرف يعني ايه نعمل ديزاين، يعني ايه نشوف الاكسل وبيسبب ازاي نورمال ستريس، ولما يبقى عندنا فورس ازاي تبقى سنتريك واكسنتريك لود وشير وستريس شير ستريس. يبقى عندنا نوعين، نورمال ستريس وشير ستريس نعرفهم. وبعد كده هنشوف اكزامبل على الشير ستريس عندنا. وبعد كده نعرف حاجه نوع ثالث لو اسمه البيرنج ستريس، في لما يبقى في عندنا كونكشن بين اثنين رود او حاجه كان خلال بين او ريفت او بولت، والستريس اناليسيس. وهنشوف اكزامبل على كده، وان شاء الله باذن الله يعني. وفي البين شير والستريس تو فورس ممبر، وهنروح على الستريس على اوبليك بلين ونشوف الماكسيمم ستريس، ونشوف الستريس اندر جنرال لود يعني. وبعد كده هنختم بالفاكتور اوف سيفتي ان شاء الله باذن الله تعالى. فباذن الله نبدا الجزء الاول. طبعا الميكانكس اوف ماتيريال ده طبعا علم خاص بتصميم الاجزاء الميكانيكيه او تحليل الاجهادات الموجوده عليه عشان نشوف الجسم ده هيستحمل او مش هيستحمل الشغل معانا لو احنا بنصمم حاجه وبنصنع حاجه. طبعا الاناليسيس والديزاين دول ترجمتهم نشوف كل بارت من او اليمنت موجود عندنا في ستريس هيحصل فيه ستريس قد ايه، ونتيجه الستريس ده هيحصل طبعا ديفورميشن، تغير. التغير دوت ممكن يكون تغير في الشكل، تغير في اللينس بتاعه، بس اكيد لو في اي جسم يقع عليه ستريس لازم يحصل له ديفورميشن، حتى لو ما كانش ملحوظ بالعين المجرد او قيمته صغيره جدا جدا، الا ان في الريال كيس ان اي جسم ادام عليه ستريسز اجهادات، ستريس يعني اجهادات، اكيد هيحصل له ديفورميشن، وسواء شفته او ما شفتوش ان شاء الله هنعرف ازاي بنحدد القيم دي رياضيا. وطبعا حته نشوفه او ما نشوفش دي على حسب قيمه الاستريس اللي موجود عندنا. فبنفرض عشان نعرف الكونسبت بتاع الاستريس، فبنفرض لو عندنا رد بالشكل ده كده وفي فورس بتاثر عليه، في سو فورس طبعا تنشن بالشكل ده كده، واضح قوي ان الفورس اللي اسمها بي بتاثر على الاريا الصفراء عندنا، وواضح قوي ان الفورس بي بتاثر عمودي على الاريا الصفراء اللي عندنا دي. وطبعا ده شكل الايزومتريك بتاعنا. لو عشان نحط بس الدايمنشن، هنقول ان الرود بتاعنا ده له لينس اسمه اللي نوت وله دايمتر اسمه دي نوت. فطبعا حته فورس على الاريا هو ده معنى الاستريس. يبقى الاستريس عندنا هو علاقه بين الفورس والاريا. الاستريس عندنا علاقه بين الفورس والاريا. واضح قوي ان الفورس في البسط والاريا في المقام، يعني واضح ان الاستريس يتناسب تناسب طردي مع الفورس وتناسب عكسي مع الاريا. يعني معنى كده كل ما الفورس دي تزيد معنى كده ان الرد دوت عليه ستريس عالي جدا، عليه اجهاد عالي جدا 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 كل ما تزيد. وكل ما الاريا بتاعته تزيد معنى كده ان الاستريس بيقل. يعني معنى كده ان لما فورس تزيد يبقى الجسم ده مجهد جدا، انما لو زودنا الاريا بتاعته فالاجهاد يقل شويه لان هو بقى قوته يتحمل اكتر. فمعنى كده الاستريس بيعتمد على الفورس بيعتمد على الاريا. طيب وده اللي بالشكل اللي عندنا ده ممكن نقدر على طول نسميه نورمال ستريس، لان فورس عموديه على الاريا فبنسميه نورمال ستريس، عباره عن فورس، فورس هو البي على الاريا اللي هو الاي نوت. وطبعا الفورس بتبقى الوحده بتاعتها نيوتن، والاريا بالمتر سكوير. لو الوحدات بتاعتنا شغالين بالوحدات دي فدوت سموه حاجه اسمها باسكال، حاجه اسمها باسكال. ده الحاله الاولى من الاجهادات اللي بنسميه نورمال ستريس، نورمال ستريس. وطبعا دي الرمز دوت رمز يوناني، التعريف بتاعه والاسم بتاعه هو سيجما، بنسميه بالرمز بنسميه سيجما، ولازم نعرف طبعا الرمز دوت واسمه سيجما. طب في نوع تاني من الاستريس؟ ايوه في نوع تاني من الاستريس اللي هو الحاله بتاعتنا دي لو عندنا مقص وبنقطع بورقه او مقص وبنقطع بشجره، واضح قوي ان الفورس بتاعتنا بتكون موازيه للسيرفس اللي عندنا، الفيس اللي عندنا ده الفورس عندنا بتوزع ليه وبتقطع. فواضح قوي المقص دوت هيقطع امتى؟ لو الفورس الراجل ده بيضغط بفورس هنا على الفكين دول عاليه جدا ممكن يقطع. ده برضه هيعتمد مش على الفورس وبس، يعتمد على الحاجه اللي بيقطعها دي الاريا بتاعتها كبيره ولا صغيره. لو هو عرف صغير هيقطعه، عرف كبير مش هيقطعه. فبرضه نفس الكلام التاو اللي هو الشير ستريس، بنسميه شير ستريس عباره عن فورس، بس الفورس بتاعتنا لما بتبقى موازيه للاريا بنرمز لها بالرمز في بدل بي، بس الاثنين فورس والاثنين وحدتهم نيوتن، وبرضه هو علاقه بالاريا، يبقى التاو برضه علاقه
طرديه مع الشيء الفورس عندنا اللي هي بتوازي الاريا، على وعلاقه عكسيه مع الاريا بتاعتنا، يعني كل ما زادت الاريا كل ما كان قيمه التو بتقل، يعني مع كان الشير بيقل. وبرضه نفس الوحده بتاعتنا نيوتن على المتر سكوير اللي هو بنسميها بسكال، والرمز دوت لازم نعرف ان هو اسمه تاو، الرمز بتاعنا اسمه تاو. طبعا الانجينير ميكانكس بينقسم الى قسمين اللي هو ريجيد بودي وديفورمد بودي. طبعا ريجيد بودي ده كان خدناه في جزء الاستاتيك والديناميك، ان احنا بنتعامل مع الجسم بتاعنا كجسم ريجيد بودي ما فيش فيه اي ديفورميشن، بنعمل عليه اناليسيز بالنسبه للاستاتيك، والديناميك برضو بنعتبره جسم انديفورمبل. انما في الميكانكس اوف ماتيريال لا، بنقول ان الاجسام دي كلها ادام عليها اجهادات لازم يحصل فيه تغير في اللينس بتاعها او في الشيب بتاعها، سواء كان ملحوظ او مش ملحوظ. وبالنسبه للميكانكس اوف ماتيريال ككورس يعني كان ليه بري ريكويست اللي هو انجينير ميكانكس والاستاتيك، اللي لازم كنا نغطي جزء الاستاتيك دوت. وفي الاستاتيك ده احنا خدنا ازاي نعمل اكوربيوم لجسم متزن استاتيكيا، هو معادلات الفورس سمشن الفورس بتساوي صفر، سمشن المومنت عند اي نقطه بتساوي صفر. طلعنا ست معادلات، لو انا بتكلم على تو دايمنشن هم ثلاث معادلات، سمشن فورس في تجمع اكس، سمشن فورس في تجمع ربع بيساوي صفر، سمشن المومنت عند اي نقطه بيساوي صفر. ولو 3 دايمنشن 3 فورس بيساوي صفر في الثلاث اتجاهات، 3 مومنت في الثلاث اتجاهات بيساوي اصفار. وقلنا ان الاستاتيك اساس شغله ان هو بيعتمد على ان الجسم بتاعنا انديفورمبل، انديفورمبل مفيش فيه اي تغير، زي مثلا يعني زي الجوهره كده الناس تتخيل ان هي جوهره دي مهما حصل عليها استرس ما بيحصلهاش ديفورم، لا هو بيحصل لها بس ممكن يكون غير ملحوظ. الجزء الميكانكس اوف ماتيريال اللي بيمتد ازاي وخطواته، بيقول ان لو عندنا انجينيرنج ستراكشر، في عندنا ستراكشر موجود زي كوبري او ترس او برج مثلا موجود، بيأثر عليه اكسترنال لود زي البرج اللي عندنا دوت، بيأثر عليه اكسترنال، في عربيات بتعدي حط عليه اكسترنال لود، ممكن الاكسترنال لود ده يكون اكسيال تورشن، هنشوف الكلام ده كله، او ترانزفيرس او بيندنج او كومبايند لودنج، كل الكلام ده هنعدي عليه ان شاء الله بالتفصيل. المهم الاكسترنال فورس دي نتيجه اي حاجه معديه موجوده على الكوبري دوت هتؤدي اللي يحصل في جوه كل البيم اللي موجوده عندنا دي، هيحصل عندها انترنال فورسز اند مومنت، هيحصل عندهم في جوه اجهادات نتيجه الفورس الموجوده الاكسترنال، هيحصل عندها نورمال ستريس وبندنج ستريس وكل حاجه. طيب الاستريس دي هينتج على الانترنال فورسز دي، هينتج عليها ستريس، ستريس يعني اجهاد، والستريس دوت الاستريس ده يعني الاستريس هينتج مع الاستريس هينتج معاه سترين، سترين يعني تغير، التغير ده يعني عباره عن تغير في الشكل عندنا الاسترين، او تغير عندنا استجابه موجوده اللي هو يتغير في الشكل. والديفورميشن ده هيبقى عارف ان هو برضه ممكن يكون ديفليكشن او ديفراكشر او استكده. هو طبعا دلوقتي بيدي لك فرصه ان اكيد كل بيم من دول لازم تجيب الفورس اللي موجوده فيه عشان تعرف الاستريس اللي موجوده فيه، الله ان كل بيم بيشيل فورس غير الثانيه، فبنعمل طبعا الاناليسز للبيم اللي احنا قلقانين منه او عايزين نعرف الفورس فيه بكام او الاستريس فيه بكام، فبنشوف مثلا وليكن اي بيم منهم ونشوف الاستريس اللي موجوده فيه. واضح قوي ان ده كل الشكل ده عباره عن تو فورس ممبر، وهنعرف برضو خدنا في الاستاتيك ازاي بنعرف التو فورس ممبر اللي عندنا. طيب قلنا اهو، يبقى لو جبنا بيم اي بيم من دول قلنا ان عليه وليكن عليه تنشن، يعني الفورس خارجه منه ماشي كده بالشكل ده كده، فخلاص نقدر نقول ان الفورس دي لو تنشن انا لازم ابقى عارف ان البيم ده لازم يحصل له استطاله، يعني البيم ده بيتعامل معامله السبرينج او الزنبرك بالظبط، لو هو عليه تنشن بيستطيل شويه قيمه الاستطاله اهيت، لو هو عليه كومبريشن بالشكل ده كده بيقل شويه في الطول، الكلام ده نعرف من ازاي بنحدده، وان كان ما بيظهرش هنا بالعين المجرده بس بالفعل هو بيحصل تغير في الاطوال بتاعه، ده بنسميه الديفورميشن نتيجه النورمال ستريس. وبعد كده برضو لو بيم بيأثر، لو فورس بتأثر على بيم بشكل ده في شكل ترانسفيرس عمود يعني عليه كده هيحصل له ديفليكشن، ده نوع من انواع الديفورميشن اللي بنتكلم عليه ولازم نعرف نحدده ان شاء الله. طيب كمراجعه على ريفيو في ستاتيك، هنفرض المساله اللي عندنا ان الشكل اللي عندنا الكونستراكشن عندنا في فورس 30 نيوتن بتاثر عليه، في رد عندنا القطر بتاعه 20، وفي البوم اللي عندنا دوت ايه العرض بتاعه اللي هو طوله يعني هو اي بي، والعرض بتاعه 50 وطوله ب 180 والعرض بتاعه ب 50، وهو بيقول لك ان في فورس 30 بتاثر عليه، عاوزين نجيب الفورس الموجوده في سي بي وموجود الفورس الموجوده في اي بي. ده طبعا ده مراجعه على جزء الاستاتيك اللي احنا خدناه قبل كده، وعاوز الرياكشنات عند السبورت اللي اسمه سي واي. طبعا احنا كده واخدين بالنا ان السبورت اللي عندي سي وعندي ايه هم دول عباره عن هنج سبورت، يعني لما نيجي نشيلهم لازم نحط اثنين فورس عندهم فورس في اكس وفورس واي. طيب هو الراجل طالب مننا ان احنا نحدد الرياكشن اللي موجوده عند السبورت وموجوده الفورس في كل بيم، ولازم نبقى من الاول عارفين ان سي بي او اي بي الاثنين دول عباره عن تو فورس ممبر، يعني لازم نلاقي الفورس فيهم في
في اتجاههم هي عباره عن تنشن او كومبريشن، لان البيم ده فيه فورس في بدايته وفيه فورس في نهايته. ادام فيه فورس في بدايته وفيه فورس في نهايته ده اسمه تو فورس ممبر، واكيد الفورس في اتجاه البيم اكسل في اتجاه الاكسيس بتاعه. طيب لو عملنا فري دايجرام، بدانا نعمل فري دايجرام، شلنا السبورت اللي عندي سي، حطينا مكانه ردين فعل افق وراسي. طبعا اي اتجاهات ممكن نحطها، مش لازم لفوق واليمين، اي اتجاهات هنحطها مفيش مشكله خالص. برضو لما شال ايه، شال السبورت اللي عندي ايه، عمل اتنين رد فعل راس وافقي موجودين عندنا اهمت. وبدا يعمل اناليسز ليهم، ده اسمه الفري بودي جرام الشكل عندنا كده. لما شلنا السبورت وحطينا الرياكشنات ضد الافعال ده نسميه فري بودي جرام. بعد كده نعمل الكوربيم ايكويشن عندنا، هنقول سمشن المومنت عند نقطه سي. طبعا لما ناخد المومنت حول نقطه سي هنقدر نجيب الاي اكس بكام، طلعنا الاي اكس طلعت ب 40، وكنا تطلع موجبه، معنى كده الفرد اللي احنا فرضينه الاتجاه سليم، هي يبقى الاكس جايه من اليسار اليمين. سمشن الفورس في اتجاه محور اكس بتساوي صفر، طلع ان الاي اكس والسي اكس بتساوي صفر، يبقى معنى كده ان السي اكس والاي اكس، هتعجبني اكس من شويه، وبس السي اكس والاي اكس بتساوي بعض بس باشاره مختلفه، معنى ان سي اكس بتساوي سالب 40، ده معناه ان سي اكس هي مش من اليمين، مش من اليسار لليمين، هي من اليمين لليسار بس. خلاص الاجابه الاشاره السالبه تؤكد لنا ان احنا الريال كيس، ان الحاله اللي عندنا دي من اليمين لليسار. سمشن فورس في اتجاه محور واي بتساوي صفر، هنطلع ان الاي واي والسي واي بتساوي 30، معادله في مجهولين ما اقدرش احلها. طيب بعد ما عملت فيه دايجرام للشكل كله، ممكن اعمل فيه دايجرام لكل بيم لوحده واعمل عليه اناليسز، مفيش مشكله خالص. فروحت كده جبت البيم اللي اسمه اي بي، لما شلت البن اللي عندنا هنا كان في فورس عند البن دي ب 30 موجوده زي ما هي، وادام فكيت البيم ده والبيم اللي كان مايل هنا اللي هو اسمه بي سي، حط برده عندهم اتنين رد فعل زي الهنج بالظبط، ومنهم ده اسمه فري بودي دايجرام لللينك اللي اسمه اي بي. طيب بعد كده ممكن نطبق عليه قوانين الاتزان برضو، ناخد السمشن المومنت حول نقطه بي، هنطلع ان الاي واي عندنا بيساوي صفر، نرجع تاني في المعادله رقم واحد نعوض، نطلع ان السي واي بيساوي 30، معنى كده ان السي واي اتجاهها راسي زي ما فرضناه، وده موجب الاتجاه اللي احنا فرضناه في الاول صح. المهم ان احنا طلعنا الريزلت بتاعتنا ان الفورس عند ايه حطها بايه، لان احنا من شويه احنا جبنا ان الاي واي بصفر، يبقى ما فيش عندنا غير فورس في اتجاه الاكسيس بتاعنا في من اي لبي وباي اكس اللي لها قيمه بس، فعشان كده شال الاكس وسماها فورس اسمها 40 وافقي. وبرده طلعنا من شويه ان السي واي لها قيمه و ب 40 موجوده، وسي اكس وسي واي موجودين. لازم نتاكد ان احنا محصله الاثنين فورس دي لازم تبقى في اتجاه البيم بتاعنا اللي هو مين؟ اللي هو البيم اللي عندنا اللي اسمه بي سي. طيب احنا دلوقتي عاوزين نروح نجيب الرياكشنات اللي موجوده او الفورس اللي موجوده في البيم اللي عندنا اسمه البي سي والاي سي اهو. احنا بنقول هنعمل اتزان للجوينت نفسها، الجوينت اللي عند بي، لازم طبعا نعرف ان الجوينت عند بي كانت بتجمع اتنين فورس موجوده في بي سي، البيم اللي اسمه بي سي والبيم الثاني اللي اسمه اي سي. خلاص احنا فرضنا برضو الفروض بتاعتنا، ممكن نفرض اي حاجه بس احنا عارفين ان الفورس 30 هو عاملها لنا راس الاسفل، وعشان يتزن معاها ثلاثه فورس لازم، هتلاقي ان لازم الفورس اللي اسمها اف اي بي تيجي من اليسار اليمين، واف بي سي تيجي من تحت لفوق ناحيه اليسار، هيوضح لنا كمان شويه. لو جينا نعمل فري بودي جرام اهو، بنعمله بالشكل بحيث لما نجمع البوينت النقطه بي ونجمع ده كله مع بعضه، الفورس دي تروح مع الفورس دي والفورس دي تروح مع الفورس دي، يرجع تاني عباره عن اتنين بيم مربوطين ببن عندنا كده. فدي الاتجاهات بتاعتنا، الاتجاه اللي عندنا ده بياكد ان الفورس اللي اسمه اي بي بيشيل كومبريشن، والفورس اللي اسمه البيم اللي اسمه سي بي بيشيل تنشن عندنا. المهم عمل اناليسز البوينت اللي عندنا دي. طيب كنا خدنا قاعده قبل كده برضو ان اي بوينت عندنا ادام عندها اتزان استاتيكي، فما حصلت الفورس اللي عندها تعمل شكل مثلث عندنا مغلق، فالفورس 30 عملناها بسكيل 30 لتحت، الفورس اللي اسمها اف اي بي مشيناها افقي، الفورس اللي اسمها بي سي مشيناها بزاويه الميل اللي عندنا اللي هي كانت 3 على 4 موجوده في المساله الاصليه، 3 على 4 موجوده عندنا. يبقى عندنا كل فورس بالضلع المقابل ليها، يبقى قلنا الفورس اللي اسمها اف اي بي على الضلع المقابل ليها اللي هو 4، على الفورس اللي اسمها اف بي سي على الضلع المقابل ليها اللي هو 5، والفورس اللي اسمها 30 على الضلع المقابل اللي هو 3 بالزاويه الميل اللي عندنا دي، يعني هذه الزاويه الوحيده اللي موجوده عندنا. طلعنا ان اف اي بي بتساوي 40 والاف بي سي بتساوي 50. طبعا باكد تاني ان السي بي من الاول احنا كنا عارفين ان هي تو فورس ممبر، والاي بي اللي هو البوم دوت كان عندنا برضه تو فورس ممبر، بس مش الشكل اللي عندنا، واضح ان ده بيشيل تنشن، واضح ان ده بيشيل كومبريشن. وطبعا تو فورس ممبر من خصائصه ان الاثنين فورس بيكون متساويين في المقدار ومتضادين في الاتجاه، بس خط عملهم واحد ومر بالاكسيس بتاع البيم اللي عندنا.
عشان يحصل بينهم وبين بعض اتزان. طيب ده كله كان عباره عن ريفيو الاستاتيك. الجزء الجديد عندنا اللي هو الاستريس اناليسيس. عندنا بنشوف احنا طلعنا خلاص الفورس اللي موجوده في سي بي، البي سي موجود عندنا، الفورس عندنا طلعنا الفوق او البيم نفسه اللي اسمه بي سي، الدايمتر بتاعه هو كان مديه لنا ب 20، فعاوزين نشوف الاستريس اللي موجود فيه كام. احنا اللي عرفنا من شويه ان الفورس اللي موجوده في بي سي بتساوي 50 وتنشن، والفورس الموجوده في اف اي بي بتساوي 40 وكمبريشن. فاحنا دلوقتي عاوزين نشوف الاستريس اللي موجوده في بي سي، فهي عباره عن الفورس اللي موجوده فيه على الاريا بتاعته. هو بيقول لك ان القطر بتاعه ب 20، فيبقى الفورس 50 على الاريا بتاعتنا، طبعا جبناها اللي هي عباره عن باي ار سكوير، طلعت بالرقم دوت، فطلعنا ان الاستريس عندنا موجود ب 159. بعد ما جبنا كلمه الاستريس دي عاوزين نعرف البيم ده يقدر يتحمل الفورس دي ولا لا. المفروض ان احنا بنبقى عارفين الماده المصنوعه منها البيم دي، وليكن هي ماده الستيل، فممكن من الجداول او الخصائص بتاعت الماتيريال بتاعتنا جبنا من التيبل ان السيجما الاول، او ممكن تكون نقطه عندنا، ان المسموح بيه هو ان هو يشيل 165 ميجا باسكال بس. فطبعا كونه انا الاستريس الموجود عليه الحالي ب 159، معنى كده ان هو سيف يقدر يتحمل البيم، البيم اللي اسمه سي بي يقدر يتحمل الفورس اللي عندنا اللي هي طلعناها من شويه اللي هي ب 50. طيب ومعنى كده نقدر القرار ناخده ان نقول ان البيم اللي اسمه سي بي ده سيف بالنسبه لنا، ومقبول بانه ان هو يقدر يشيل لحد 50، مفيش مشكله، لان ال 50 بتدي ستريس 159، وهو قايل ان البيم بتاعنا بالمواصفات بتاعته بيشيل ستريس عندنا يقدر يشيل ستريس لحد 165. يبقى ده الكورس سكشن اف بي سي على الاريا بتاعتنا طلعت لنا القيمه دي، فده بالنسبه لنا سيف. طيب الجزء اللي بقى بتاعنا اللي هو الديزاين. طب نفترض ان البيم بتاعنا دوت احنا عاوزين نغير الماتيريال بتاعته، وممكن يكون اسباب التغيير الماتيريال دي كتيره، ممكن يكون الحديد بالنسبه لنا غالي عاوزين نجيب ماده تانيه، المونيوم، نحاس، الوزن بتاعه تقيل، هل موجود في السوق او مش موجود في السوق. فافترضنا ان انا غيرت الماتيريال بتاعت البيم بتاعنا دوت، ده فكره ديزاين، اغيره بدل ما هو ستيل اخليه المونيوم واشوف هيستحمل ولا لا. انا عرفت من شويه من الاستاتيك ان هو بيشيل 50 نيوتن، بيشيل 50 نيوتن، فهل انا لو الفورس بتاعتنا دي البيم ده بدلناه وخليناه المونيوم هل هيشيل يقدر يتحمل 50 ولا لا؟ هو طبعا من الجداول بيقول لك ان الالومنيوم بتاعتنا السيجما الاول بتاعتنا بيقدر يشيل لحد 100 ميجا باسكال، لحد 100 ميجا باسكال. فطبعا لو قلنا ان السيجما الاول احنا هنصعد بقى، بدل ما احنا بنجيب الاستريس هنقول لا احنا مش عارفين الفورس موجوده فيه، هنقول السيجما الاول بتساوي الفورس على الاريا، خلاص يبقى الفورس بتاعتنا الموجوده هي ب 50 خلاص كده، والسيجما الاول ب 100، معنى كده ان هنطلع الاريا مش موجوده عندنا، فهنطلع ان البيم بتاعنا ده عشان هو الالومنيوم اضعف من الستيل، يعني بدل ما كنا هناك في حاله نرجع تاني بسرعه، ان هنا كنا بنجيب الاستريس عباره عن فورس على الاريا، لان كنت عارف الفورس بكام والاريا بكام موجوده. وفي الحاله الثانيه بتاعتنا هو بيقول لك لا استبدل لنا بس البيم بتاعنا بالستيل بالالومنيوم وشوف لنا هتحتاج الالومنيوم بتاعك يبقى القطر. طيب انا دلوقتي ما اعرفش الاريا، فنقول ان الاستريس اللي موجود عندنا اللي مسموح بيه هو الاستريس الاول بتاع الالومنيوم هو ال 100، فنكمل بيه هنلاقي نفسنا ان السيجما لو بتساوي الفورس اللي انا هي ما اتغيرتش زي ما هي، ما زالت 50 على اريا انا ما اعرفهاش، هنحط الالومنيوم السيجما الاول اللي هي ب 100 والفورس بتاعتنا اللي ب 50 كيلو نيوتن، هنحطها نطلع الاريا بتاعتنا، طلعنا منها ان الدايمتر بتاعنا المسموح ب 25، على الرغم ان لما كان ستيل كان ال 20 كفايه وقادر يشيل ال 50 نيوتن، وده اللي احنا بنقول ان ماده من ماده في ماده اقوى من ماده وفي ماده اضعف من ماده، فكل ماده ليها السيجما الاول تقدر تستحمله. فطبعا احنا طلعنا الدايمتر بتاع الالومنيوم 25.2 من 10 من الملي، ده مش معناه ان الدايمتر دوت هو ده اللي انا هروح اشتري، لان انا لو رحت اشتري الدايمتر مش كل دايمتر انا باجي انا بطلعه بلاقيه موجود في السوق عندنا، لان المصانع بتصنع الدايمتر ده بستاندر معينه. فلو شفنا كده معانا ال 25 دي راح اشتريها، لو ضغطت عليها اشوف كده الستاندر بتاعنا بيقول ايه، هلا الستاندر بيقول لك ان الشفط اللي موجود او الرد اللي موجود في السوق فيه 4 ملي، قطر 4 مللي، 5 مللي، 6 مللي، 7 مللي، 8 مللي، 9 مللي، يعني تحت ال 10 بيتدرج من 4 لحد 10، فوق ال 10 12 15 17، بعد ال 17 يبقى 20 25. دي الحاجات المتوفره في السوق عندنا والحاجات الاستاندر اللي هو دايما المصانع بتصنعها بالمسات دي. فانا النهارده بقول 25 18، يبقى انا محتاج اختار البيم يكون اكبر من الرقم اللي طلع لي، فانا الرقم اللي طلع عندي كان المفروض ان هو 25 و18، انا ممكن اختار مفيش حاجة من هنا، ممكن أقول إن هو بيساوي 26 بس موجود مش موجود في السوق عندنا 26، فممكن أختاره 30، بس أنا عارف دلوقتي إن السيف بتاعنا
25 يبقى لازم يكون اكبر من 25.2. لقيت كيس 25.2 اوكي، ما لقيتش هضطر اخد الرقم اللي بعده. طب انا خدته 30، هضطر اعمل ان انا اوديه المخرطه وانزل الدايمتر بتاعه لحد الرقم المطلوب عندنا او اسيبه. بس طبعا احنا عارفين دايما ليه بنجيب الدايمتر، لو لقينا الدايمتر موجود بنجيب الاقرب منه اكبر منه على طول، عشان ده كله كوست. لان احنا لما بنروح نشتري البيم بتاعنا دوت بنشتريه بفلوس بالوزن. بعد كده لو هعمل تخفيض للدايمتر بتاعه وبروح المخرطه، كل ساعه شغل على المخرطه بفلوس معينه وتكلفه معينه، فده كله لازم اجيب الحاجه المناسبه ليا. فانا بنقول ممكن نقول اهوت ان ممكن نجيب البيم المناسب او الدايمتر المناسب بالنسبه للون يبقى 26 مللي. ده مش معناه ان هلاقي في 26 اروح اجيب ال 30 واخفضه ل 26 عندها، وده بالنسبه لنا يبقى مقبول. يبقى البيم بتاعنا اللي اسمه سي بي لو الدايمتر بتاعه 26 فهو سيف، هيقدر يشيل الفورس 50، غير لما كان الستيل عندنا 20 كان كافي يشيل الفورس 50. انما لما بدلنا الستيل بالومنيوم احتاجنا نكبر القطر شويه عشان نقلل قيمه الاستريس اللي موجوده عليه. طبعا احنا النهارده محتاجين بقى نعرف برضو ان الاكسيال لود دوت لما الفورس بتاثر نورمال على الاريا، المفروض ان المنطقه اللي بياثر عندها الفورس بيبقى عندها ستريس عالي جدا. يعني مثلا لو قلنا عندنا بيم بياثر عليه تو فورس بالشكل اللي عندنا دوت كده، فلازم عشان يتزن يبقى في فورس من فوق بي وتحت بي داش عشان يتزنوا. لو جينا نشوف الاستريس قريب من تاثير مكان تاثير الفورس، هنلاقي المنطقه اللي بياثر فيها الفورس قريبه دي بتلاقي عليها ستريس عالي جدا، وكل ما بعدت شويه عن النقطه الاستريس بيقل. بس احنا طبعا بنعمل اسامبشن نقول ان هو افريج، يعني ان هو متساوي. بس كل ما نبعد عن منطقه تاثير الفورس بتاعتنا نلاقي الاستريس لحد ما بينتظم شويه، قربنا تاني الموقع الاستريس بدل الاستريس يزيد تاني شويه. واحنا لما بنيجي نحب نقيس الاستريس بنحاول نبعد عن مكان تاثير اللود اللي عندنا، اللي هو هناخده بعد كده حاجه اسمها سان فيننت برنسبل، اللي بيقول ان احنا نبعد عن مناطق تاثير اللود ونشوف الاستريس بتاعنا بكام. فبنقول بجنرال بنقول الافرج ستريس عندنا بيساوي الفورس على الاريا، نشوف الاريا بكام والفورس بكام. بس لازم نعرف ان دي الافرج ستريس وليس الاستريس الحقيقي. الاستريس الحقيقي عباره عن ديستريبيوتد ستريس مش منتظمه، وتحديدها يمكن يكون صعب علينا، فعشان كده بنقول ان هو قيمه الافرج بتاعتنا وممكن نحددها بس بيكون صعب شويه. طيب مش في كل الاحوال بيبقى عندنا البيم زي الحاله اللي عندنا دي ان هو اكسيال فورس كده بالشكل ده كده تمر بالسنترويد بتاعنا اللي هو تو فورس ممبر، لا ممكن زي ده كده، ده بنسميه اكسيال فورس سنتريك، يعني لان الفورس بتاعتنا بتمر بالسنترويد بتاع الاريا بتاعتنا، فعشان كده بتعمل نورمال ستريس ويونيفورم نورمال ستريس. الفورس بتاعتنا بتبقى عباره عن ديستريبيوتد لود، يعني بنعتبر الفورس دي متوزعه على الاريا بانتظام وبتطلع علينا نورمال ستريس منتظم. انما لما يبقى البيم بتاعنا تو فورس ممبر بس الفورس بتمر بعيد عن السنترويد، فالفورس دي بتعمل فورس على الاريا دي وعزم كمان، فنتيجه الفورس والعزم مع بعض ما بيحصلش يونيفورم ستريس، بيحصل لينير او بيتغير شكل الاستريس بتاعنا وهنعرفه قدام بالتفصيل. فبنقول في حالتين لازم نعرف الحاله بتاعتنا، الفورس بتاعتنا بتمر بالاكسيس بتاعنا او عمود على السنترويد او عمود على الاريا وتمر بالسنترويد بتاع الاريا، ولا اللي عند الكروس سكشن بنتكلم عليه، ولا بالشكل دوت فورس موجوده في مكان والاستريس بتاع الاريا السنترويد بتاعنا ما بيمرش بخط عمل الفورس بتاعتنا. فمعنى كده ان الاريا الكروس سكشن ده عليه فورس وعليه مومنت، لان بعد شويه نعرف ان الاستريس النورمال استريس ممكن يجي من فورس او ممكن يجي من مومنت، هنعرفه كمان بالتفصيل بعد كده. نروح على الحاله الثانيه من حالات الاستريس اللي هو الشير استريس، زي حاله المقص في البيت عندنا. لو عندك شيت بالشكل ده كده وجاي فكين المقص وبتقص كده، فانت هتلاقي كده عند المنطقه دي السكشن ده الفورس، هنا الفورس بتوازي الكروس سكشن هنا والفورس بتوازيه، فبيحصل عمليه قط، الفورس دي بتمشي موازي للاريا اللي عندنا دي كده. فبنقول برضو دي بنسميها فورس ترانزفيرس لانها في اتجاه عمودي على السطح اللي فوق، يعني موازيه للاريا اللي موجوده هنا كده، فبنسميها دي نسميها شير فورس في اللحظه دي ودايركت شير فورس كمان. ومعنى كده نقول برضو قيمه التاو افريج نفس الكلام، هي مش قيمه شير حقيقيه، احنا بنعتبر ان الشير اللي موجود على السطح دوت عباره عن الفورس على الاريا، بس ده مش قيمه حقيقيه. بالعكس احنا بعد كده هنعرف ان الشير بتاعنا بيبدا من صفر عند السطح وبينتهي بصفر عند السطح الاخر، وبيبقى التوزيع بتاعه بالشكل ده كده له معادله معينه، ما هوش يونيفورم ولا حاجه، بس احنا بنفرض ان هو يونيفورم. ولو عملنا له زوم كده هنلاقيه بالشكل ده كده بيكبر، بس طبعا ده عاوز نقول هو صفر على السطح صفر تحت، هنعرف ازاي نحدده قدام شويه، بس احنا بنفرضه في الاول كده كاسامشن. طبعا جزء كبير جدا من شغلنا بيبقى اسامشن عشان نبسط حل المساله لحد ما ناخد الموضوع بالتفصيل او نحله ببرنامج معين يبسط علينا الحل شويه. بس احنا بنقول ان دوت عباره عن شير، فعباره عن فورس على الاريا كقيمه افريج كقيمه أفرج. انما فعلا هو الشير ما هوش قيمه متساويه، لا ده بتبدا بصفر وتنتهي بصفر وبتزيد لحد ما توصل ماكس وبعدين تنزل تقل تاني.
طيب انواع الشير اللي عندنا، في عندنا حاجه اسمها سنجل شير وحاجه اسمها دبل شير. سنجل شير زي ما انت شفت كده، لو عندنا اتنين بيم، بيم A وبيم B، عاوزين نربطهم مع بعض ببولت بالشكل ده كده، فنحطهم بالشكل ده، فده بنسميته سنجل شير. ليه بقى؟ لان لو حصل قص بيحصل قص عند الاريا اللي موجوده عندنا هنا كده. يعني لما بيحصل، لو البيم ده، لو قلنا ان المسمار ده هيتقطع، مش هيحصل غير شير هنا كده في المنطقه الموجوده عندنا هنا كده، يبقى ده كده سنجل، لان في اريا واحده بس اللي اتقصت. طبعا بالتزامن نعمل اناليسز الفورس اللي عندنا، وده طبعا شكلها الريال كيس، وده شكله اللي هو بدا يتقطع في الشكل هنا كده اهو، بدا واحد يتقطع منهم اهوت، موجود هنا كده يحصل له شير هنا، ونفس الكلام ده يحصل له شير هنا كده. فالاريا اللي بتتقطع هي اريا واحده بس موجوده عندنا، في عشان كده بنسميها سنجل شير. انما لو حبيت اربط البليت اللي اسمه A و B زي ما في الشكل اللي عندنا هنا، الشكل ده A و B هنربطهم، بس مش دايركت، مش بمسمار واحد، هنجيب ما بينهم وصله اللي هو سي وبي، كاتنين بليت موجودين عندنا هم بالشكل ده كده موجودين عندنا، وهنعملهم بمسمارين بالشكل ده. مش الفكره المسمارين هم اللي خلوه دبل، هي فكره ان لو حصل شير فتتقطع الاريا دي، فتتقطع الاريا دي سواء ده اللي قطع او الاريا دي الاريا دي، طبعا واحد منهم هتقطع الاول، فعشان كده هم اتنين مش واحد، عشان كده بنسميه دبل شير. طب نشوف لو الفورس دي قطعت المسمار ده، فبقى عباره عن الشير ستريس، عباره عن فورس على الاريا، يبقى هي الفورس قيمتنا على الاريا الموجوده عندنا، لان اريا واحده بس اللي اتقطعت. انما لو في الحاله دي هنلاقي ان الفورس دي، لو الفورس، لو البيم ده اتقطع، هنلاقي ان الاريا دي اتقطعت والاريا دي اتقطعت والمسمار اتقطع عندنا، فعشان كده بنقول عباره عن فورس عليه. طب هي الفورس مين؟ ما زالت الفورس اف على الاريا دي، مع الاريا دي يبقى 2 اي، فدي عشان كده بنسميها دبل شير، عشان كده بنسميها دبل شير. ونرجع تاني للاكسل فورس ونشوفه باستفاضه شويه. لو بنقول عندنا بيم بالشكل ده بيأثر عليه فورس، بس فورس دايركت فورس على طول بدون وصلات، فبنقول يعني مثلا ويندنج، لو البيم ده ملحوم مع بيم تاني بيأثر عليه فورس، ده طبعا الاتجاه بنسميه تنشن. وطبعا احنا هنعرف بعد كده ان الاستريس ده ممكن يكون بوزيتيف او نيجاتيف بناء على هو تنشن او كومبرشن. فالحاله بتاعتنا دي عباره عن نورمال ستريس وبوزيتيف، لان الحاله بتاعتنا عباره عن تنشن، يعني البيم ده حصل له استطاله. فبنقول لو البيم ده حملناه بفورس عاليه فهيتقطع، فاللي هيتقطع هو الاريا الحمراء اللي موجوده عندنا هنا، فبنقول الفورس على الاريا. طب الاريا دي عباره عن ايه؟ عباره عن الدبليو في التي، خلاص يبقى ده قيمه الاستريس بتاع الفورس على الاريا. طب لو حصل البيم بالشكل ده، كان في هول هنا كده موجود، اكيد الاريا اضعف منطقه هي المنطقه اللي بتحيط بالدايره اللي عندنا، فهي المنطقه الحمراء دي، الحمراء دي. فلو عاوزين نجيب الاستريس اللي هتقطع عنده، فبنقول ان الفورس على الاريا، بس الاريا في اللحظه دي الحته الحمراء دي ودي، اللي هي عباره عن التي والدبليو كله ناقص الدي 1 اللي هنا، يبقى ده الاريا دي اختلفت دلوقتي، لان طبعا كل ما المكان بيقل كل ما كميه الاستريس بتزيد، خلاص؟ طيب الحاله الثانيه، لو البيم بتاعنا موجود عندنا في اثنين هول، اكيد الخطيره اللي ممكن تتاثر، طبعا احنا دايما بنهتم بالمنطقه الاضعف، اكيد يبقى البيم بتاعنا هيقطع عند الدايره الكبيره اللي موجوده فوق دي، لانها عندها اريا صغيره جدا، يبقى الفورس بتاعتنا الاستريس، لو جبنا الاستريس عندنا هيبقى الفورس على الاريا عباره عن التي اللي هو العرض بتاعنا، ناقص يبقى مضروبه في الدبليو كلها، ناقص الدي الكبيره، الدي الكبيره، لان دي المنطقه الاضعف، دي اقوى منها، لان الفتحه هنا كبيره. ومش كده وبس، ده هنعرف بعد كده قدام شويه ان في حاجه اسمها ستريس كونسنتريشن، نتيجه ان حصل تغير في الاريا، ما هياش اريا منتظمه كده، الكروس سكشن اريا ما هوش منتظم من البدايه للنهايه، حصل التغير اللي بيحصل ده بيعمل ستريس ازيد كمان، بيخلي ستريس يزيد، هنعرفه قدام شويه. دي لو ايه حاله الاكسيال لود نورمال ستريس موجوده، لو دايركت على طول متصل، بس ده في الواقع مش ده اللي بيحصل. اي عندنا بيم لما بنوصله ببيم تاني بيبقى عن طريق بولت او بن عندنا موجود، فبنفترض ان لو البن ده والبن ده بيتاثر عليهم فورس اف، فكل جنب من دول هياخد فورس اف على اثنين، ده ياخد فورس اف، واضح كده برضه ان البيم دوت بيشيل تنشن. فبنقول لما نيجي نشوف هنلاقي ان المنطقه دي قويه جدا جدا جدا، المنطقه اللي انت حفرت فيها مكان البولت بقت ضعيفه جدا، فلو هيحصل كسر هيحصل عند المكان اللي متعلق فيه اللي داخل فيه البن اللي انت او البولت اللي انت عامله، فهتبقى عباره عن الفورس بتاعتنا تنشن برضو اف على الاي، يبقى الاريا اللي في الاريا دلوقتي عباره عن التي الدبليو ناقص التي اللي هي ناقص الدي اللي موجوده هنا، يبقى دي المنطقه اللي انت قلقان منها، يبقى البيم ده لو بشيل تنشن انت بتهتم جدا بالمنطقه اللي بتثبت فيها البولت او البن اللي عندنا، لان المنطقه ضعيفه جدا، وعشان هي ضعيفه بنحاول بقى البن بتاعنا، لو احنا عارفين ان البيم بتاعنا هيشيل تنشن بنضطر ان احنا نحط عنده نقاب، نعمله نظمه بالشكل ده كده عشان نعوض الاريا بتاعه البولت ده، نعوضها باريا اكبر يمين وشمال، تحاول تعوض لها ما يحصلش عندها كسر. طب دي حاله ان لو البيم بتاعنا
بيشيل تنشن، فعباره هيبقى الاسترس بتاعنا الخطر اللي انا بصمم عليه وبشتغل عليه هو ده فورس على الاريا الصغيره، الاريا الحمراء الصغيره دي، وليس الاريا اللي هنا. يعني انت عندنا اريا، هل هو يعقل ان هو يتكسر هنا؟ لو هيتكسر عند دي، لا، كان اول ان هو يتكسر عند دي ودي، اتكسر هنا. فده عشان كده بنقول اني ناخد الاريا اللي اتكسر عندها اللي ما كان موجود البولت عندنا. طيب لو البيم بتاعنا نفس البيم، وجدنا ان البيم بتاعنا بيشيل كومبريشن، فمعنى ان هو بيشيل كومبريشن ان البن اللي عندنا ده بيضغط على المنطقه الزرقاء دي، معنى كده المنطقه دي ما بتشيلش حاجه لانه كومبريشن. فالتصميم بتاعنا هيبقى برضو الاريا بتاعتنا في اللحظه دي هي الدبليو على التي، لان الزرقاء دي الفورس بتضغط عليها والازرق ده بيضغط على البيم ككل، يبقى المنطقه دي كلها بتشيل كومبريشن، يبقى اللي هي دي اللي بتشيل الستريس بتاعنا عباره عن دبليو في التي. يبقى نتاكد المعلومه دي، لو البيم عندنا بيشيل تنشن المشكله عندنا هتبقى مكان تثبيت المسامير، لازم نروح ندرسها. ما نهتمش بالبيم على جوه البيم عند السنتر بتاع البيم، لا، نهتم بمكان تثبيت البولت. انما لو البولت بتاعنا بيشيل كومبريشن، لا، هو خلاص نجيب الاسترس عند جسم البيم في المنطقه اللي في المنتصف دي، وهي دي المنطقه اللي انا عاوز ادرسها واشوف عندها الاسترس بكام. دي في حاله الاكسل لود. لو رحنا للشير، حاله الشير حاجه من الاثنين، الشير بتاعنا ده ممكن يكون عندنا بيم اتنين بيم بالشكل ده، ممكن ان يتم تجميعهم مع بعض بالشكل اللي عندنا ده بلحام او سوبر جلو او ماده لاصقه. فبنقول لو اثر الفورس بالشكل ده كده وموجود المكان المنطقه دي، المفروض المنطقه اللي انا الاريا اللي متلاصقين ببعض انا عارفها، لو هي المنطقه دي طولها ال وعرضها دبليو، فانا بقول ان الفورس دي لو انفصلوا الاثنين عن بعض يبقى المنطقه الحمراء دي اللي اتفصلت، فبقول عباره عن الشير عباره عن فورس على الاريا، يبقى الاريا بتاعتنا عباره عن دبليو في ال، هو العرض بتاع المنطقه الاريا بتاعت المنطقه الحمراء دي بنسميه سنجل شير. دي حاله من حالات السنجل شير. والدبل شير عندنا اهو ان البليد بتاعنا ده لما هوصله بدل ما اوصلهم واحد بواحد دايركت، لا، هوصل ده باتنين تانيين، فلما اجي اثر بفورس كده الفورس الاف دي هتتوزع فوق، البيم اللي على اليسار ده هياخد اف على 2 والبيم اللي على اليمين ده هياخد اف على 2. طب نروح لفوق برضه، لو ده طلع انفصلوا من بعض يبقى في اريا هنا وفي اريا في الظهر الناحيه الثانيه، يبقى الشير بتاعنا ستريس عباره عن فورس على 2 اريا، لان واحده في الوش قدامنا وواحده في الظهر مش شايفينها، يبقى ده قيمه الشير. والاريا بتاعتنا عباره عن الدبليو على ال، كل واحده حمراء عباره عن دبليو في ال. طب لو رحنا للبيم ده والبيم ده هنلاقي البيم اللي دوت كان بياخد فورس اف على 2 ومعاه اريا واحده حمراء احنا مش شايفينها، يبقى عباره عن اف على 2 على الاريا. طب لو رحنا للبيم ده برضو فيه اريا حمراء هي بس دي اللي اتفصلت ومعاه فورس اف على 2، يبقى فورس اف على 2 على الاريا. هنلاقي في الاخر ان قيمه الشير اللي طلع من، سواء جبت قيمه الشير من على البيم اللي فوق او قيمه الشير من على اي بيم من اللي تحت دول، هتلاقي الاثنين قيمه واحده لو بصيت عليها. بأكد الاثنين قيمه واحده. ده حالة ان انا واصل اتنين بيم مع بعض بلحام مثلا او سوبر جلو. طب لو انا واصل اتنين بيم مع بعض عن طريق بن او بولت بالشكل ده كده، لو نقول لو انا وانا بشد بالفورس دي حاجة من الاتنين، يا البيم نفسه هو اللي يحصل نورمال ستريس واتقطع هنا، او يحصل شير للمسمار اللي عندنا، يحصل له شير يتقطع. طب لو الفورس دي والفورس دي شدت المسمار كده وقطعته، هي اللي قطعت الاريا الحمراء دي، يبقى الفورس الشير ستريس عباره عن فورس على الاريا، والاريا بتاعتنا عباره عن a باي في ار سكوير، يبقى هو ايه الاريا بتاعت المسمار، يبقى ده قيمه الشير ستريس على المسمار عندنا. ده برضو حاله السنجل شير. لو رحنا للدبل شير، البيم ده هنوصله باثنين عن طريق البن اللي عندنا، هنلاقي نفس كام الفورس الاف اللي فوق عشان يبقى لها اناليسيس توزع اف تحته على 2 واف على 2. طيب لو ده فصل، هو في اريا حمراء هنا وفي اريا في الظهر، يبقى عباره عن الفورس دي اف على الاريا الحمراء اللي طلعت معايا، واحده يمين واحده شمال، يبقى 2 a، والاريا بتاعتنا مساوي باي سكوير. نفس الكلام لو رحنا لكل واحد من دول هنلاقي عباره عن الفورس اف على 2 على a، يبقى برضه نفس الشير سواء جبناه من بيم لواحده او من الاثنين مع بعض كل واحد لحاله، هنلاقي قيمه الشير ستريس ما بتتغيرش. نروح للحاله الاخيره، النوع الاخير من الاستريس اللي هو البيرنج ستريس. بنقول ان البيم اللي عندنا البليت اللي عندنا الاي والبي متصلين مع بعض عن طريق المسمار اللي عندنا ده، فوارد قوي انا بشد بالفورس اللي اسمها اف عشان لو عاوز اطلع ده، فبيحصل هنا عند المنطقه دي كده تلاصق ما بين المسمار في المنطقه دي كده، بيبقى في تلاصق ما بين المسمار والبليت من ورا اللي هي الاريا اللي عندنا دي، اللي هي هتبقى الاريا اللي عندنا دي. الاريا دي بنسميها الاريا اللي بيحصل عليها ضغط، بنسميها البيرنج ستريس، ونشوفها لان طبعا هي دي اللي ممكن يحصل لها، بدل البيم ده يمكن يكون عرضه كبير ما يحصلوش نورمال ستريس، بس يحصل عندها ان المسمار يضغط على الاريا دي ضغط كبير فيشوه نص الدايره دي، يحصل لها انبعاج.
طبعا اي ديفورميشن كبير في اي استراكشر عندنا ده معناه بنسميه فيلير. فبنقول اهو يبقى البيم اللي عندنا دوت لو ضغط عليها والستريس اللي هو البيرنج ستريس عباره عن فورس، برضه هي الفورس اف دي موجوده هنا بتتنقل في الظهر هنا بتاثر على البولت والبولت بيأثر على الجزء الخلفي. طب الاريا اللي حمر اللي انا اخترتها دي عباره عن ايه بقى؟ هو العرض بتاعنا ده في التي، يبقى هو عباره عن الدايمتر بتاعنا في التي هو ده الاريا بتاعتي، يبقى الفورس عليه يبقى ده البيرنج ستريس، ده النوع الاخير من انواع الاستريس اللي موجوده عندنا. لو احنا عاوزين نعمل كيس كامله نشوف كده ازاي الناس دي هتجمع اتنين بليت مع بعضهم وازاي ممكن ايه عرضه انهي فيهم اللي يحصل نورمال ستريس ولا شير ستريس ولا بيدنج ستريس، هنشوف الخطوات. لو اتنين بيم بالشكل ده الخطوه رقم واحد عشان نجمعهم هنحطهم الاتنين في بعض، هنبدا نتقب فيهم نجيب الدريل ونتقب فيهم هول معينه بقطر معين وليكن 8 مللي، بعدها نجيب مسمار ندخلهم فيهم، وبعدين نجيب اكيد صاموله من تحت نقفل عليهم. فاول ما حمل بالفورس اللي عندنا دي وارد يحصل قطع للبيم، اكيد مش هيحصل هنا، اكيد لا يمكن يحصل هنا. ليه؟ لان في اريا هنا صغيره، في هنا عملت انا عامل هنا هول، ففي هنا اريا صغيره اهي، فوارد قوي نتيجه النورمال ستريس يتقطع حوالين المسمار ده، فدي اول كيس عندنا ان يقطع حوالين المسمار دوت. او ما يحصلش ده، يحصل ان البليت وانا بشده الاريا اللي ورا دي اللي في ظهر المسمار من ورا يضغط، يحصل عليها انضغاط جامد جدا فيحصل انبعاج للمسمار من هنا كده، يبقى عامل حاجه بالشكل ده كده ينبعج كده شكله يبوظ من ورا او ينضغط اكتر ويحصل له بلاستيك ديفورميشن، يبقى ده حاله البيدنج ستريس. ماشي. طب نروح للحاله بتاعتنا دي، لو قلنا ده انفصل فعلا فايه اللي انفصل عندنا؟ هو الاريا الصفراء دي، يبقى الاستريس بتاعنا هو عباره عن الفورس اللي عندنا على الاريا الصفراء اللي على اليمين والشمال اللي هي عباره عن التي التخانه بتاعتنا في دبليو الكليه ناقص الدي ناقص قطر المسمار بتاعنا او الهول اللي انا عملته للمسمار، يبقى دي الاريا. يبقى الاستريس بتاعنا عباره عن الفورس اللي اسمها بي على الاريا الصفراء دي. طب دي حاله النورمال ستريس، دي حاله النورمال ستريس. طيب في حاله البيرنج المنطقه الحمراء دي هي دي المشكله، المنطقه دي لو قلنا خلاص المنطقه الحمراء اللي انا ما عرفتش اجيبها هنا ما ظهرتهاش هنا، هي دي المسمار اللي هي بتضغط على المسمار من ظهر المسمار ومن ورا، ممكن يكون الضغط عالي جدا فيحصل تشوه في نص الدايره اللي عندنا كده، فبنقول البيرنج عباره عن التخانه برضو بتاعت البليت في الدي، يبقى ده البيرنج ستريس، يبقى نفس الفورس اللي عندنا على الاريا اللي عندنا. الحاله الاخيره ان البليت الاثنين يكونوا اقوياء جدا والمسمار ضعيف جدا فيحصل له شير، فساعتها يحصل شير ستريس عباره عن الفورس بتاعتنا بي اللي عندنا على الاريا اللي عندنا دي كده، فاللي هو باي على ار سكوير بالنسبه للقطر بتاع المسمار، فده بقى الشير. يبقى ده شكل كامل يوضح لنا خطوات تجميع اثنين بليت مع بعض وازاي يحصل الاستريس بتاعنا عندنا. وممكن نستعين طبعا بالشكل دوت ببرنامج ان شاء الله نستعين بيه في الكورس بتاعنا ونشوفه مع بعض كده، اللي هو الام دي سوليد، برنامج قوي جدا ممكن نحل المسائل اللي احنا بنحلها نرجع نطبقها عليه ونشوف حلنا سهل حلنا صح او غلط، وهو برنامج سهل جدا وبسيط. فنشوف حاله كده، طبعا في عندنا مكتبه كويسه جدا توضح لنا بعض الانيميشن عندنا، لو عندنا مثلا بنقول حالات الشير مثلا بنبص كده حالات الشير الموجوده عندنا مختلفه، ده بنسميها الدايركت شير، بنقول اهو لو عندنا مثلا بنش بالشكل ده كده وفي بليت وده موجود في المصانع كتير جدا وعاوزين البنش ده لما بينزل بيأثر فوق بلود عالي جدا على البليت اللي عندنا دوت يقطع حاجات على شكل دوائر، فنشوف كده فين الاريا اللي تتقطع. فلو عملنا حاجه بالشكل ده كده يبقى ده الاريا داير ما يدور، هي دي الاريا اللي حصل لها فيلير سيرفيس، وبدال لو عاوزين نجيب الشير هو قيمه الفورس اللي ضغطت بيها على الاريا اللي اتفصلت دي. دي حاله من حالات وشفناها، مش لازم يكون على شكل دايره، ممكن يكون على شكل ريكتانجل، بنش على شكل ريكتانجل بيطلع الشكل ده، فيبقى الاريا اللي حصل لها شير هي الاريا الصفر داير ما يدور المحيط بتاعنا في الارتفاع بتاع البليت بتاعنا. وحاله كمان اللي هو ممكن يكون البليت بتاعنا على او الشكل اللي هنطلعه البنش بتاعنا على شكل سلوت، برضه هيبقى الاريا بتاعتنا هي الصفر دايما يدور دي، يبقى دي لو انا عاوز اجيب الشير ستريس عباره عن فورس اللي باثر بيها على الشير ستريس اللي عندنا دي. وطبعا لازم تبقى الحاجات دي كلها محسوبه، لان طبعا انا لو جبت بليت تخين شويه ممكن الفورس اللي بنزل بيها ما تقطعوش، لان البليت كل ما البليت تخين كل ما الاريا الصفر دي كبرت، يعني الفورس اللي هو الفورس على الاريا فالمقام هيزيد، فممكن الستريس ما يبقوش كافي ان هو يقطع عندنا. طيب ده من نوع بالنسبه للدايركت شير عندنا. في نوع تاني بالنسبه للبولت اللي اتكلمنا فيه، ازاي بيحصل شير للبولت؟ لو وصلنا بفورس، طبعا لما ضغطنا بالفورس كده لو البليت ده قطع الشير ده اللي عندنا اهوت، فالاريا دي اللي اتقطعت ده لفوق ده ودي الاريا دي اللي اتقطعت اهو، حصل لهم شير. طيب ده في حاله ان ده اسمه سنجل شير بس تو بولت، سنجل شير بس تو بولت، ممكن نخليهم دبل شير نشوف كده مع بعض لو دبل ايه اللي هيحصل. نحط البليت كده
ده هيحصل لهم شير اهو الاصفر، اتنين اريا من قدام وزيهم اتنين اريا من ورا. فانا لو جيت احسب الستريس هيبقى على الفورس انا اثرت بيه على عدد الاريا اللي اتقطعت، اتنين قدام واتنين ورا، يبقى على اربعه اريا بتاعته كل بولت منهم. ده ممكن اخلي البولت كمان اربعه، يبقى عندنا دبل شير واربعه بولت. فنبص كده مع بعض، لو عملنا كده يبقى اربعه اريا من فوق اتقطعوا من قدام الاصفر دول، واربعه زيهم من ورا. فعشان اجيب الشير ستريس دلوقتي هيبقى البي على 8 في الاريا بتاعت كل بولت، يعني 8 لانهم 8 اريا اللي اتقطعوا وهكذا. وممكن برضو يكون سنجل نخليهم اربع مسامير. نبص كده مع بعض اهو، يبقى عباره عن فورس على 4 اريا عندنا، يبقى برضو فورس على 4 اريا بتاعت البولت. دي شكل من اشكال الشير. وفي شكل تاني من اشكال الشير بيحصل عندنا لو عندنا شفط بالشكل ده كده، وده الدايمتر بتاع الشفط عندنا، وده بيرنج او موجود، والشفط ده عاوزين نركب عليه جير، فبنفحر سلوت كده عشان نحط فيه الكي. هنحط الكي اهوت، جبنا كي حطيناه نص صاد جوه ونص بره، وهنجيب الجير وندخله. الجير لازم نعمل فيه نوتش كده وندخله. فلو الجير ده اثر عليه فورس كبيره جدا مثلا، وليكن فورس عاليه، ممكن نلاقي ان الفورس دي خلت الجير يعمل شير للكي اللي عندنا كده. طب فين الاريا اللي اتقطعت؟ هي الاريا الصفر اللي تحت دي. يبقى انا اقدر اقول الفورس اللي قطعت الموجوده على الاريا اللي عندنا، اجيب ايه؟ الشير ستريس عندنا. وفي حاله كمان اللي هو حاله الليفر عندنا دوت، او الدراع اللي هو بيعمل بيه ده، لا دي حاله خلاص قلناها. نروح على طيب، نروح لحالة زي دي كده برضو نشوف ايه اللي هنعمله فيها. بص كده معايا، وانا بس بأثر بالفورس اللي عندنا دي، ممكن يحصل حاجة من الاتنين. يحصل ان البليت نفسه اتقطع نتيجة النورمال ستريس، لو البليت ده مصنوع من مادة ضعيفة ممكن هو البليت اللي اتقطع نفسه، او يحصل شير للمسمار لو المسمار اضعف، يحصل له شير ستريس لو مسمار رفيع او المادة بتاعته ضعيفة. ده ممكن حصل حاجة من الاتنين. وفي حاجة تانية، لو أنا برضو نفس الكلام عندي بليت وعاوز أطلع بشكل الجسم على شكل اللي هو الوشر عندنا، اللي هو بتبقى مفرغة من النص، يعني عبارة عن دايرة مفرغة من المنتصف، فيخش عليها بانش بالشكل ده كده. في حاجة من الاتنين، لو أنا بأثر بفورس عالية جدا ممكن الرود نفسه، أول حاجة الرود نفسه يتقطع. لو الرود ده مثلا ضعيف شوية ممكن هو الفورس نفسها تكون شديدة عليه تقطعه، يبقى ده نورمال ستريس. أو حاجة تانية، يحصل ليه البنش بتاع اللي كان عبارة عن رود وكولر من ورا، اللي هو ده الكولر والرود ده، والاتنين ينفصلوا عن بعض يحصل لهم شير، يبقى دي الاريا بتاعتنا اللي موجودة عندنا. أو حالة تالتة كمان، إن الاتنين دول يبقوا أقوياء وهم اللي يقطعوا البليت اللي عندنا ده ويعملوا الفانكشن اللي إحنا عاوزينها، فدي الاريا اللي هتتقطع دلوقتي، يبقى دي حالة الشير الأخيرة اللي هو برضه تبع الفورس على الاريا الصفرا دي وليس الاريا التانية. نرجع كمان خطوة بس، يبقى في الحالة دي بأول حالة، حالة ان الشير دوت ان الاتنين يفصلوا من بعض، لو الاتنين دول مثلا كانوا جزئين وما بينهم قوة تلاصق ضعيفة ممكن يتقطعوا، وانه بقى هو ده اللي اتقطع وهكذا. طب نروح لحالة البيدنج ستريس نشوف اشكالها عاملة ازاي عندنا. بنشوف بقى البيدنج ستريس بشكله اهو، ايه اللي بيحصل؟ بنقول نفس اللي حصل المرة اللي فاتت، لو قصرنا بالفورس اللي عندنا دي، واضح اول حاجه تحصل ان ممكن البيم نفسه الرد اللي عندنا دوت هو اللي اتقطع نورمال ستريس نتيجه نورمال ستريس، وممكن البيم نفسه انفصل عن الكولر من ورا نتيجه الشير ستريس. طيب ايه الاريا الصفر دي؟ الاريا اللي بتضغط على البليت، دي الاريا اللي بتضغط على البليت عندنا، دي اللي بنسميها البيرنج ستريس اهي. نتيجه دي اول حاجه حصل شير صحيح ما بين الكولر طلع الجزء دوت من البيت فحصل له شير هنا، وده بنسميه بيرنج ستريس، ده بنسميه حاله بيرنج ستريس لان ضغط الاثنين مضغوطين على بعض. نفس الكلام دي الشكل ده احنا دايما نشوفه لو عندنا عمود بالشكل ده كده زي الرافعه اللي بنشوفها في الشارع عندنا، ما يقدرش يحط الرافعه اول حاجه على الارض على طول، لازم يجيب لها قاعده خرسانيه او قاعده خشبيه تمتص شويه جزء من الفورس، او تعمله
إعادة التوزيع. فبنقول أهو لو عندنا بوست بتأثر عليه فورس بالشكل ده كده، فالبوست ده على الريجيد بليت اللي عندنا ده بيأثر بستريس عالي اللي هو بيرنج ستريس، والقاعدة عندنا الريجيد بليت دي بتأثر على الأرض عندنا برضه بيرنج ستريس على قاعدة أكبر، ده بنسميه البيرنج ستريس. ده طبعا جزء سيموليشن صغير جدا بالبرنامج بتاعنا دوت، نستعين بيه طبعا في الشرح، ونرجع تاني نستكمل الشرح بتاعنا. نشوف اكزامبل اللي عندنا دوت. الاكزامبل دوت بيقول لك بقى ان احنا عندنا ريال كيس حقيقيه لنفس المثال، بس طبعا اديهولك بشكله ازاي بقى البيم اللي عندنا اللي اسمه ايه بي اللي اسمه بي سي متركب مع البولت اللي مع السبورت اللي عندنا ده، طبعا سنجل شير هيحصل عندهم بينه وبينه البراكت والرود، عندنا في سنجل هنا، هنا في دبل، في هنا نفس الكلام، في هنا الفورس ال 30 بتأثر، بس هو مديك شكلها ازاي بتأثر، منقول عن طريق الدراعين دول، وده البيم اللي اسمه اي بي طبعا اللي اسمه بي سي، وده البيم اللي اسمه اي بي طبعا ده راوند وده ريكتانجل، العرض بتاعه 30 ارتفاعه 50 وتخنته ب 30. فهو بيقول لك هات لي الاستريس، هات لي طبعا احنا جبنا من المثال اللي فات عرفنا ان الاف اي بي عباره عن فيها فورس اف اي بي فيها فورس ب 40 وكمبريشن، والفورس اللي في بي سي عباره عن 50 وتنشن. هو بيقول لك شوف لي الاستريس في كل بيم من دول هيطلع بكام، وشيل الاستريس عند كل واحد قيمته بكام، اللي انت هتصمم اخطر حاجه موجوده عندها. فطبعا هنروح على البيم اللي عندنا ده ونحسب اول حاجه الرد اللي اسمه بي سي، عارفين طبعا ان الرد نفسه القطر بتاعه ب 20 يبقى الار بتاعه ب 10، والبولت اللي راكب فوق هنا دوت هو قال لك ان هو ب 25، والفورس اللي موجوده فيه ب 50. فاحنا عندنا جزئين ممكن يحصل لهم استرس عالي، ممكن يحصل استرس هنا اللي هو القطر بتاعه ب 20، او يحصل استرس حوالين المسمار اللي متركب في الجزء الفلات من الرد اللي عندنا هنا كده موجود. فبيقول لك اهو ان نهايه البيم اللي اسمه اي بي الجزء بتاعه فلات هو عباره عن 40 وعرضه ب 20، يبقى الجزء الفلات بتاعنا وداخل فيه مسمار ب 25، معنى كده ان الاريا الموجوده عندنا هنا دي بقت اريا صغيره جدا ممكن يحصل عندها استرس عالي جدا، الاريا اللي حوالين المسمار دي ممكن يحصل عندها استرس عالي جدا. فنشوف كده مع بعض، يبقى هو قسم الرد بتاعنا الى جزء سيركلر اللي هو موجود هنا كده نشوف الاسترس عنده بكام، وجزء حوالين البولت اللي متركب عندنا هنا كده. نشوف كده اول حاجه بالنسبه للجزء السيركلر اللي عندنا هنا عباره عن الفورس احنا عرفنا ان هي ب 50 والاريا بتاعتنا عباره عن باي ار سكوير اللي هي ب 10، فطلعنا الاسترس بتاعنا ب 159. طبعا احنا قلنا من شويه ان الاريا بتاعتنا عرفنا نجيبها لباي ار سكوير جبناها ب 310.6. طيب فالجزء الفلات اللي عندنا هو بقى الاريا بتاعته هي دي المشكله اللي لازم نحسبها، فهنشوف كده يبقى الاسترس بتاعنا ب 159 اهوت، نروح للاريا حوالين الرود او حوالين البن اللي موجود عند السي دوت، البن اللي موجود هنا دوت، هنلاقي ان الاريا بتاعتك بتاعت الرد اللي اسمه بي سي، الرد اللي اسمه بي سي عند الفلات اند اللي موجود في المنطقه دي كده عباره عن العرض بتاعه اللي هو التيل بتاعنا، العرض بتاعنا اللي هو اهو او هو ده اللي هو ال 20 نفس الكلام برضه اهوت، في الدبليو اللي هو ب 40 ناقص تخانته المسمار او قطر المسمار الدي بتاعت البولت، فيطلع عباره عن 20 في 40 ناقص 25، يبقى الحته الحمراء دي هي عباره الحته الحمراء دي ودي عباره عن 40 ناقص 25. طب وتخانته بكام هي المنطقه دي؟ طب عرفت ان هي ب 20 منين؟ هي بيقول لك عليها ان هي نفس عدد الدايمتر بتاعنا، والدايمتر بتاعنا هو قال لك من الاول هو ب 20. فخلاص جبنا الاريا عند الفلات اند الموجود عندنا، جبنا نجيب الاستريس هنقول نجيب الفورس اللي هي جبناها من شويه عارفين ان هي ب 50 موجوده اهي على الاريا كلها تطلع ب 167 ميجا باسكال. طبعا نروح بعد كده يبقى احنا جبنا الاستريس في مكانين موجودين في الرد اللي اسمه بي سي، نروح تاني على الرد اللي اسمه اي سي موجود عندنا اللي هو الكروس سيكشن بتاعه عباره عن ريكتانجل. طب الكروس طب احنا لقينا ان الرد اللي اسمه اي بي موجود عليه كومبريشن، يبقى ما نشغلش بالنا بالمنطقه اللي فيها الاريا الصغيره اللي هو عند البن اللي هنا والبن اللي هنا، لان المشكله هو دي المنطقه اللي بتشيل الاسترس عندنا. فبنقول اهو احنا طلعنا ان هو بيشيل في فورس ب 40 والاريا بتاعتنا نقدر نقول هي عباره عن 30 في 50، دي الاريا بتاعتنا بتاعت البوم. خلاص كده يبقى الاريا بتاعتنا والفورس موجوده 30 في 50، يبقى الاسترس بتاعنا اللي موجود في البوم عباره عن 26 بس السالب لانه كومبريشن. طيب وطبعا احنا مش هننظر خالص لمكان تثبيت بدايه البوم بتاعنا ونهايته، لان احنا قلنا ان هو بيشيل كومبريشن، فانا مش قلقان من المكان اللي عنده البولت او البن اللي هنا عند A وعند B، لان هم دول
الاريا حواليهم صحيح صغيره، بس هم ما بيشيلوش تنشن، هم بيشيلوا كومبريشن، فهو امان بالنسبه لنا. الفورس في الاريا الصغيره مش هتتضرر لنا في حاجه. طيب نروح على البراكت اللي فوق بعد ما جبنا الاستريس في كل في الرد والبيم، وعاوز الاستريس عند البراكت، فواضح ده ان هي عباره عن سنجل شير. خلاص نشوفها كده الحاله بتاعتنا بالراحه. اول حاجه في عندك بن عند سي وعند A وعند B. نروح الاول البن اللي عند A، A بن اللي هو قال لك ان هو عباره عن القطر بتاع البن اللي هو عند C ب 25، يبقى الاريا بتاعته اهيت. فنشوف البن عند C عباره عن سنجل شير، يبقى عباره عن الفورس اللي هي بكام بقى؟ فورس ب 50. ما الفورس اللي هنا اتنقلت للبراكت اللي هنا عن طريق البن دوت، يبقى البن ده بيشيل فورس ب 50 على الاريا بتاعته، طلعت الشير ستريس. طبعا شير ستريس ب 200 و 102، ده للبن اللي عند C. نروح بقى عند البن الثاني اللي عند A ونشوف هنعمل فيه ايه. البن اللي عند A دوت هنلاقي الاريا بتاعتنا دي عباره عن اريا في المنطقه دي، واريا في المنطقه دي بتشيل الاستريس بتاعنا. او نتكلم الاول على البن الاول، نتكلم ان البن ده لو حصل له ان هو اتقطع هيتقطع هنا. يبقى دي حاله الدبل شير، فبنقول اهو يبقى هي نفس الفورس اللي هي بتاعتنا اللي كنا جايبينها من شويه اللي هي ب 50، الفورس او الفورس الموجوده عندنا اللي هي ب الفورس بتاعتنا هي كانت ب 40. ماشي يا جماعه، الفورس اللي هي عند البن رقم A كنا احنا مطلعينها الفورس عندنا ب 40. خلاص كده يا شباب. طيب ونقسمها على دبل شير، فعباره عن 2 البن، عباره عن 2 في اللي هو يعني 40 على 2، فطلعت ب 20 على الاريا. فخلاص نجيب ان الشير عنده ب 40 7 10 عند البن، بالنسبه للبن اللي عند ايه، بالنسبه للبن اللي عند ايه ده الشير اللي عنده، لانه ده حاله هنا حاله سنجل شير وهنا حاله دبل شير. يبقى معنى كده الاستريس عند سي عالي جدا بالنسبه للاستريس اللي عند ايه، يبقى حاله ايه سيف اكتر من الاستريس اللي عند سي. طيب نروح للبن اللي موجود عند بي، البن الموجود اللي عند بي، البن الموجود عند بي واضح قوي ان ال 30 دي هيتوزع هنا عشان نعمل اناليسيز. انا 15 15 هي دي ال 15 دي، خلاص هنضطر ان احنا نقسم البن اللي عند بي لاربع اجزاء. الجزء الاريا اللي هنا دي كده، الجزء الاريا دي بتشيل فورس ب 15، ونفسها زيها الاريا اللي ورا بتشيل فورس اهي ب 15 اهي. خلاص كده، انما الاريا اللي هنا دي والاريا اللي هنا دي عباره عن الفورس ال 50 دي هتتقسم عليهم هما الاثنين، فتلاقي ان كل اريا منهم على اليمين واليسار بتشيل 25. فبنقول اهو ان الفورس عند منطقه اي هي 15، الفورس عند جي هي عباره عن 50 على 2 يعني 25 و25 يسار، فدي المنطقه اللي فيها الشير. ودايما احنا دايما نهتم بالستريس العالي او الشير العالي موجود عندي. يبقى الاريا بتاعت البن عباره برضو نفس الاريا، عباره عن باي ار سكوير، وقيمه الفورس اللي موجوده عند الاريا دي عباره عن الفورس على الاريا تطلع ب 50 و51 19 ميجا بس كده. طيب هو بيتكلم بقى على البيرنج ستريس، البيرنج ستريس اللي موجود على البراكت او على الرد والبيم، او على الرد والبيم هنشوف مع بعض كده. طب احنا عندنا من الدايمنشن بتاعتنا نقدر نقول ان البوم بتاعنا دوت اللي هيحصل بين، طبعا هو ده الاتصال بين البوم ده والبراكت ده هو عن طريق البن اللي عندنا. فعباره عن البوم بتاعنا ده عشان نجيب الاريا، التي بتاعتنا دي اللي هي 30 هو العرض ده، يحصل هنا اتصال ما بين البن وده في المنطقه دي، يبقى هو ده البيرنج ستريس اللي ما بين البول والبوم ده، يبقى هو ده ال 30 بتاعتنا. ونحتاج بقى نطرح منه كمان ال 50 بتاعتنا دي، نحتاج نطرح منها الحته دي. تمام كده يا شباب. يبقى الدايمتر بتاعنا دي من كلها، هي معنى كده ان البوم بتاعنا بيأثر على الاريا اللي ورا دي. طب الاريا اللي ورا دي عباره عن ايه؟ هي عباره عن ال 30 في القطر بتاعنا، هو ده الاريا اللي بيحصل لها بيرنج عندنا. يبقى الاريا اللي ورا في البوم من ورا هي دي اللي بيحصل لها بيرنج، يبقى عباره عن ال 40 اللي فورس اللي موجوده في البوم على الاريا اللي هنا دي، الاريا الموجوده هنا يا شباب في الضهر اللي هي عباره عن نص اسطوانه اللي هي بتحضن على البوم من ورا. خلاص يبقى عباره عن ده البيرنج ستريس، ده البيرنج ستريس اللي موجود على البوم ده. طيب ولما نروح للبراكت عند A، ده البيرنج ستريس الموجود من البن على البوم. لما نروح من البن على البراكت نفسه السبورت نفسه، هنلاقي ان السبورت نفسه لما البوم ده بتلاقي المنطقه دي كده، والمفروض ان هو كومبريشن. معلش كنا ممكن المفروض طبعا الاصح ما هوش ده كده، ده مش صح، نمسح دي.
ولما ده عشان يمشي الكونفرجن يبقى ده البيرنج هيبقى في المنطقه دي. البوم بيضغط على المسمار كده، طب المسمار بيضغط على البراكت فين؟ على الاريا دي وعلى الاريا دي. برضه نص اسطوانه فوق ونص اسطوانه تحت. طب عرضه بكام؟ عرض في واحد في 25 فوق وواحد في 25 تحت، والدايمتر بتاع البولت ب 25. يبقى التخانق لو جمعنا دي مع دي عباره عن 25 فوق 25 في 2 25 و25، والدايمتر بتاعنا ب 25. يبقى دي الاريا بتاعتنا. يبقى تاثير البن على البراكت نفسه، البيرنج ستريس عباره عن الفورس اللي موجوده اللي هي برضه ما زالت ب 40 على الاريا اللي هي عباره عن التي، اللي عباره عن اللي هي ال 25 فوق 25 تحت الموجوده دي، يبقى بتساوي 25. طيب نشوف مع بعض الجزء دوت ازاي الاسترس اللي الفورس اللي عندنا لما بتاثر بتعمل على تو فورس ممبر. ازاي بنقول ان هي، احنا قلنا من شويه ان هي لو فورس بتاثر على تو فورس ممبر عباره عن نورمال ستريس، بتبقى عباره عن نورمال ستريس، واحنا فرضنا ان هو بيبقى ديستريبيوتد نورمال ستريس. وبرده الشيء الفورس بتاعتنا لو بتوازي الاريا بتاعتنا، السطح بتاعنا، بنقول ان هي بتعمل نورمال، بتعمل شيء دايركت شير ستريس، وقيمته الافرج بتاعتنا الفورس على الاريا. طيب لو بفرض ان الفورس بتاعنا دي اللي انا شفناها من شويه دي، الفورس دي اكسيال فورس، بس البيم بتاعنا عباره عن جزئين وتم التواصل ما بينهم بالشكل ده، حصل لهم لحام او حصل لهم ويلدنج او جبنا سوبر جلو لزقناهم مع بعض، فايه اللي هيحصل؟ عاوزين نعرف السطح اللي موجود عندنا، سطح الالتصاق ده هيحصل له في نتيجه الفورس دي هيحصل له فصل ولا لا. فبنقول ان البيم بتاعنا لو له اريا اسمها اي نوت، ممكن ده يكون عباره عن جزئين من الخشب، برضه فورس بتاثر عليه ولحزقناهم هنا بماده لاصق او الغراء او السوبر جلو. فبنشوف مع بعض كده ازاي نجيب السطح المايل ده، ازاي نجيب عليه النورمال ستريس، وازاي نجيب عليه الشير ستريس. فبنقول اهو بنفترض ان عندنا بيم والسطح بيميل على الراسي بزاويه سيتا. زاويه سيتا طبعا تفرق كتير، زاويه سيتا هنا موجوده صح، الزاويه سيتا مع الراسي، هنا زاويه بيتا مع الافقي. فالكيس اللي احنا هنثبتها عباره عن كيس بيم بليت بلان بيميل مع الراس بزاويه سيتا، مش الحاله دي طبعا، دي ممكن نثبتها برضو، بس احنا هنثبت الحاله رقم 2 دي اللي هي موجوده في الكتاب. فبيقول لك اهو لو الفورس بتاعتنا دي بتاثر على تو فورس ممبر بالشكل ده كده، وجينا قطعناهم او هم عباره كانوا 2 بيم ولزقناهم، عاوزين نشوف النورمال ستريس على السطح ده والشير ستريس على ده. فالفورس موجود عندنا اهي، ممكن نحلل الفورس الموجوده عندنا، الفورس بي دي لمركبتين، مركبه عموديه على السطح ومركبه موازيه للسطح، ونعمل لهم اناليسيس. المركبه العموديه على السطح هتعمل نورمال ستريس، والموازيه للسطح هتعمل شير ستريس. وهنقول بقى ان الاريا الجديده دي بقت عباره عن الاريا سيتا، يعني دي الاي نوت والاريا سيتا. واضح قوي ان الاريا على السطح المايل هتكون اكبر من الاريا الموجوده عندنا هنا كده، وفي علاقه تربط ما بينهم. نقدر نقول طبعا رياضيا يعني او من حساب المثلثات ان الاي سيتا عباره عن الاي نوت على كوزاين سيتا. تمام كده يا شباب. بعد كده نعمل الكولوم ايكويشن، هنلاقي ان الفورس اف يبقى البي بتاعتنا دي عباره عن، لما نيجي نحللها الفورس دي هتبقى عباره عن بي كوزاين، والفي هنعبره عن في ساين لما نحللهم. هنوصل منهم نقدر نجيب النورمال ستريس والشير ستريس. النورمال ستريس عباره عن الفورس اف على الاريا بتاعت السيتا اللي هي تبقى عباره عن بي كوزاين على الاريا سيتا اللي جبناها من شويه، هتطلع لك عباره عن الفورس الاصليه على الاريا الاصليه كوزاين الزاويه سكوير. ده ايه؟ ده الستريس على العمود على السطح المائل. وبعد كده هنلاقي الشير برضه عباره عن الفي على الاي في السيتا. طب الفي احنا جبناها من شويه والاي سيتا احنا عارفينها من شويه، فهنلاقي ان الشير على السطح المائل عباره عن الفورس بي على الاي نوت ساين سيتا كوزاين سيتا، نقدر نثبتها برضه. طيب من الشكل عندنا دي ودي يا جماعه، علاقه الاستريس لاي سطح مائل والشير لاي سطح مائل، منهم نقدر نعرف امتى يحصل ماكسيمم ستريس وامتى يحصل ماكسيمم شير. فدي العلاقه بتاعتنا، بنقول اهو ان الاستريس بتاعنا العلاقه بتاعته كزاويه على حسب يعني السطح المائل هيبقى عامل ازاي، فعباره عن فورس على اريا كوزاين تربيع سيتا، والشير عباره عن تاو بي على الاي نوت كوزاين ساين سيتا كوزاين سيتا. فالمعادله دي لو عاوزين نجيب السيجما ماكسيمم، هتلاقي الترم ده ما يبقاش ماكسيمم غير لما سيتا تكون بتساوي صفر. لو فضلنا الترم ده بالنسبه لسيتا وسويناه بالصفر، هتلاقي ان الكلام ده يكون ماكسيمم لما تكون سيتا بتساوي صفر. فبنقول اهو في اللحظه اللي سيتا فيها بتساوي صفر، يعني فورس، طب سيتا بتساوي صفر معناها ان الفورس عموديه على الاريا، السيتا بتساوي صفر فورس عموديه، يبقى السيجما ماكسيمم هو الفورس على الاريا الحاله الاولانيه قبل ما نعمل الخط المائل سطح المائل. طيب وفي اللحظه دي مفيش شير اصلا، لما نيجي نعوض هنا عن سيتا بتساوي صفر يبقى كوزاين تربيع سيتا بتساوي واحد صحيح، يبقى بي على اي نوت، يبقى دي اكبر قيمه ليه، لان احنا عارفين ان كوزاين سيتا بتتراوح ما بين صفر الى واحد صحيح، اقلها صفر واقصاها 1 صحيح. طيب لما نروح ناخد الزاويه سيتا دي ونعوض في المعادله دي، نلاقي ان الشير عندنا
بيطلع بصفر. يبقى في الحاله اللي سيتا فيها بصفر يبقى فيه نورمال ستريس ماكسيمم والشير ستريس بيساوي زيرو. طيب لو عاوزين نشوف الحاله اللي يبقى فيها الشير ستريس ماكسيمم شير ستريس، هنقعد نفضل المعادله بتاعتنا الموجوده عندنا دي بالنسبه لسيتا ونساويها بالصفر. هنلاقي الكلام ده بيحصل عند زاويه سيتا سواء ب 45 او بسالب 45. يبقى لو عوضنا في المعادله دي عن سيتا سواء 45 هنلاقي ان السيجما في اللحظه دي هي بتساوي الماكسيمم شير. يبقى يا جماعه يبقى الماكسيمم شير على السطح المايل هو عباره عن الفورس على 2 الاي، الفورس اللي عندنا على 2 الاي. نفس الكلام في اللحظه اللي فيها ماكسيمم شير هيكون فيها نورمال ستريس له نفس القيمه، له نفس القيمه. ماشي يا جماعه؟ يبقى ده ازاي نجيب ستريس على اي سطح مايل عندنا. طب ليه الموضوع ده مهم؟ لان ساعات فعلا في الريال كيس بيبقى في عندنا البيم بتاعنا هيتكون من جزئين، فالراجل ده لما يجي يقول لك ايه رايك نلحم البيم ده مع بعضه، ناخد السطح اللحام ما بينهم يبقى راس كده راس يعني سطح في سطح، ولا نعمله سطح مايل. ده كله هيعتمد على الماده اللاصقه اللي انت هتحطها ومدى قوتها، لان الماده دي بيبقى معرفك النورمال ستريس بتاعها كام والشير ستريس بتاعها كام اللي تقدر تتحمله، الالاوبل نورمال ستريس والالاوبل شير ستريس. نروح لاخر حاجه عندنا وهي الفاكتور اوف سيفتي، هو معامل الامان. معامل الامان، وطبعا الفاكتور اوف سيفتي ده يا جماعه لازم احنا لما نشتغل على اي استراكشر عندنا لازم الاستريس اللي موجود عليه، طبعا اي ستريس اي ماتيريال عندنا بيبقى في جداول بتقول لنا الاستريس دي الالتيم ستريس بتاعها واليلد سترينث بتاعها بكذا، مواصفات كتيره جدا من كل ماده موجوده في تيبل ستاندر، فلازم نبقى عارفين الستاندر بتاع التيبل دي هتشتغل معاها ازاي، وبناء عليها لازم ما ينفعش نتعداها. فالفاكتور اوف سيفتي معامل الامان هو بيقول لك ان هو عباره عن الالتيم ستريس، يعني لو في ماتيريال عندنا وانت عارف الالتيم ستريس اقصى حاجه تتحملها بكام على اللي انت هتسمح تحمل بيه. ولازم يا جماعه الفاكتور اوف سيفتي يكون واحد صحيح او اكثر، وواحد صحيح ما بنعتبروش فاكتور اوف سيفتي، يعني هو صح بس لازم يكون اكثر من واحد صحيح. وطب الفاكتور اوف سيفتي العوامل اللي بتاثر في الفاكتور اوف سيفتي، طبعا الفاكتور اوف سيفتي ما بيهتمش بالماتيريال لان بيهتم بالفانكشن اللي انت هتشتغل بيها، يعني جيب لي ماتيريال مش مشكله الماتيريال ايه، ولا نوع اللود ولا نوع الاناليسز اللي عندنا، بس يهتم بعدد السايكل لو في شافت عندنا بيلف كتير وما اعرفش ايه ده يهمنا، نوع الفيلر اللي هيحصل عندنا هو نتيجه شير ولا نورمال ستريس، الصيانه اللي موجوده عندنا دوريه ولا مش دوريه، نوع الوظيفه اللي بيشتغل فيها الجزء ده الابلكيشن بتاعنا، يعني لو مثلا اسانسير عندنا لازم نعمل فاكتور اوف سيفتي عالي جدا لان الاسانسير ده لو وقع الناس هتموت، انما لو بنعمل لعبه اطفال عاوزين فاكتور اوف سيفتي يكون قليل عشان اللعبه تلعب اسبوع ولا اسبوعين وتبوظ ونجيب غيرها مفيش مشكله، لو بنرمي صاروخ مثلا او قنبله مش عاوزين فاكتور اوف سيفتي بتاعها يبقى عالي جدا عشان لما ترتطم بالارض تنفجر على طول لان ده وظيفته. فالفاكتور اوف سيفتي اساسه هو الابلكيشن اللي احنا هنستخدمه، الابلكيشن اللي احنا بنستخدمه عشان هو ده اللي هيحدد لنا الفاكتور اوف سيفتي ومدى الخطوره اللي بنتعامل معاها. يعني الفاكتور اوف سيفتي لو حاجات خطره طياره مثلا ممكن الفاكتور اوف سيفتي يبقى عالي شويه بس بحدود عشان وزن الطياره ما يزيدش. فمثال صغير يوضح لنا الفاكتور اوف سيفتي، لو اتفقنا ان انا عندنا كرسي بلاستيك وقال لك ان وكرسي خشب وكرسي حديد، قال لك ان الكرسي بلاستيك دوت اقصى حاجه يتحملها وزن مثلا 700 نيوتن، والكرسي الخشب اقصى وزن يستحمله 1000 نيوتن، والكرسي الحديد ده اقصى وزن يستحمله 500 نيوتن، وعندنا الشخص الجميل الظريف دوت الراجل ده قال لك ان وزنه 1000 نيوتن، 1000 نيوتن يعني تقريبا في حدود 100 جرام، في حدود 100 كيلو اسف، في حدود 100 كيلو. فرايك ايه؟ الراجل دوت يقدر يقعد على انهي كرسي؟ وعاوزين نجيب الفاكتور اوف سيفتي لكل حاجه من دول. لو قلنا ان الراجل اللي وزنه 1000 نيوتن حطيناه على الكرسي الاحمر البلاستيك دوت، ده معناه ان الويت اكبر من اللي يستحمله فيحصل له فيلير، وبمعنى كده لو قسمنا الراجل ده بيقول لك اقصى حاجه 700، لو قسمنا 700 على 1000 هتطلع ب 7 من 10 يعني اقل من واحد صحيح، يبقى الفاكتور اوف سيفتي اقل من، يبقى ده يحصل له فيلير على طول. طب لو الراجل دوت قاعد على كرسي الخشب دوت يبقى ال 1000 على 1000 يطلع بواحد صحيح، بس ده معناه ان الراجل ده يعني ما نقدرش اقول عليه ستيبل لان الراجل ده في اي لحظه من اللحظات ممكن الكرسي يعني على وشك الانهيار الكرسي، فطبعا يبقى حاجه مش مرغوب فيها. يبقى حته الفاكتور اوف سيفتي بتساوي واحد صحيح دي في التصميم ما حدش بيشتغل فاكتور اوف سيفتي واحد صحيح، ده تمثيله كده زي واحد ماشي على الحبل، ولا هو حاسس بالامان ولا هو وقع، بس طبعا حياه مريبه طبعا. طب نروح للراجل دوت اللي عندنا، الراجل دوت هيقعد على الكرسي الحديد، فبيقول لك كرسي الحديد بيستحمل وزن لحد 1500 نيوتن والراجل دوت وزنه 1000، فلو قسمنا ال 1500 على وزن الراجل ده فيطلع 1.5، يبقى الراجل ده الى حد ما على الكرسي الحديد قايم بالفانكشن بتاعته شايل الراجل ومقعده ومريحه مفيش اي مشكله خالص. الكرسي ده الحديد، الكرسي الخشب شايل الراجل بس حاله من عدم الاستقرار النفسي، الكرسي البلاستيك هيتكسر فده معناه انه حصل له فيلير،
فدي يا جماعه فكره الفاكتور اوف سيفتي، ان اي ماتيريال عندنا احنا عارفين اقصى حاجه تتحمل بيها كام، واحنا هنحملها بكام. يعني لو الماده دي تتحمل مثلا 200 ميجا باسكال، احنا المفروض ما نحملهاش ب 200 ميجا باسكال، يبقى 200 ميجا باسكال احنا نقول ان احنا هنحملها ب 100 ميجا باسكال، يبقى 200 على 100 يطلع ب 2 صحيح. وده يا جماعه فكره الفاكتور اوف سيفتي. وبكده ان شاء الله نكون انتهينا من الشابتر 1 في كورس الميكانكس وماتيريال، وان شاء الله نشوفكم في الشابتر 2 باذن الله، ونسالكم الدعاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.